اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في الحلقه السابقه كنا قد بدانا الحديث عن بعض استعراضات قوى العمليه السياسيه وقوى هذه الحكومه التي تحاول من خلالها خداع الناس، يعني وخداع الناس وتبييض صفحتها، وهم يعني يمضون الى ما يسمى بالانتخابات التكميليه التي ستجري في شهر تشرين الأول العاشر القادم. وتوقفنا يعني عند انتهاء وقت تلك الحلقة، وسنكمل في هذه الحلقة الحديث عن هذه الاستعراضات وبالذات عن الورقة البيضاء. يعني لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي مثل ما تحدث الورقة البيضاء إلا بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي كله. كيف يمكن أن تعيد هيكلة الجهاز الحكومي أنت لديك أكثر من 6 ملايين موظف عسكري ومدني في الحكومة؟ حجم الأموال التي تصرف على هؤلاء تساوي أكثر من 70% من الواردات السنوية من النفط، تصرفها على هؤلاء كرواتب شهريا بحدود 6 مليارات دولار رواتب فقط لهذه الشريحة من الموظفين ومسمى الخدمات الاجتماعية المتقاعدين. هذه المبالغ لا تكفي، يعني لا تغطيها واردات النفط الشهرية، فبالتالي هناك ديون يستدينون من الداخل والخارج لتأمين هذه الرواتب فقط. لذلك لا يوجد استثمار، لا يوجد بناء، لا يوجد كل شيء، لا يوجد إعمار، لا يوجد، وتذهب إلى الفاسدين. وهذه القوى طبعا لا يمكن إصلاح هذا الموضوع، لأنه أكثر من 70% من هذه القوى، لم نريد أن نظلم الجميع، لكن 70% من هذه القوى تابعة لأحزاب، أحزاب من قامت بتعيينهم. لا يمكن أن تتعين في دوائر الدولة لم تكن يعني مدعوما من أحد الأحزاب والقوى والميليشيات الحاكمة للعراق، فبالتالي هذه قواها التي تدعمها بالانتخابات. لذلك في ثورة تشرين لم يقف غالبية الموظفين في العراق مع الثورة، مع أنهم متعاطفين معها، ما يعرفون أنها على حق، لكنهم خوفا على رواتبهم، خوفا على التهديد، خوفا من التهديدات التي جاءتهم بأنهم إذا ذهبوا إلى التظاهرات، إذا ما دعموا الثوار، إذا ما دعموا الشباب، هؤلاء سيفصلون من وظائفهم، سيخسرون وظائفهم، وبالتالي هم أتباع لهذه الميليشيات وأتباع لرواتبهم وأذلاء لرواتبهم، وبالتالي لم يساندوا أبناء وطنهم، وقتل أكثر من 1000 شاب في الشوارع، وجرح أكثر من 32,000، وما زالت المطاردات والاغتيالات مستمرة ضد الناشطين والاعتقالات مستمرة. هذه واحدة. كيف يمكن أن تصلح بلدا والفساد فيه في أعلى المراتب؟ العراق بشهادة الشفافية الدولية، منظمة الشفافية الدولية، الآن في عام 2021 هو من بين الدول الـ20 الأكثر فسادا في العالم. كيف يمكن أن تصلح العراق وأنت لا تنهي الفساد؟ أحزاب وقوى لا تعرف من أين تمول نفسها، سلاح منفلت، ميليشيات تتحكم، أمن مفقود، كل هذه الفوضى موجودة، وأنت تتحدث عن إصلاح اقتصادي. لا يمكن الإصلاح الاقتصادي يبدأ بإصلاح سياسي، والإصلاح السياسي لا يمكن أن يكون حقيقيا إلا أن كان وطنيا في إطار وطني وبروح وطنية عراقية تحافظ على مصالح الناس، ولا تقبل بالفساد، ولا تقبل بالخراب، ولا تقبل للأجراء، ولا تبقى للإذعان للخارج إقليميا أو دوليا، لا تقبل هذا. هل هذا موجود في العراق؟ هذه واحدة. النقطة الأخرى ربما يعني ستحدث بتفاصيل ربما يعني بسيطة وجئت على ذكرها، يعني عندما نتحدث عن الرواتب ونتحدث عن الهيكلة التي تحتاج إليها الدولة، أكثر من 70% مثل ما قلنا من واردات النفط تذهب سنويا كرواتب للموظفين المتقاعدين. موازنة 2021 هذه خصصت 53 تريليون و800 مليون دينار رواتب الموظفين، هذول المسجلين على الملاك الدائم طبعا، وهناك عقود وهناك مصائب كثيرة، إضافة إلى 31 تريليون و400 مليار للأنفاق على ما يسمى بالخدمات الاجتماعية ضمنها رواتب المتقاعدين. ذلك يكون المجموع مجموع مطلوب شهري سنويا
من الموازنة لتغطية الرواتب والخدمات الاجتماعية ومن ضمنها رواتب المتقاعدين 85 تريليون و200 مليار دينار عراقي. كل واردات العراق النفطية مع زيادة سعر النفط لا تتجاوز ربما 80 تريليون دينار عراقي. من أين سيأتون بهذه المبالغ؟ لذلك عندنا عجز كبير يتجاوز 30 مليار يتجاوز يعني 30 مليار دولار، يعني أكثر من ربما من 30 تريليون دينار أو أكثر من هذا المبلغ. يعني المهم بالحسابات ربما واحد يقدر يطلعها بالحسابات الدقيقة، لدينا عجز، من أين يسدد هذا العجز؟ بالتالي الحديث عن إصلاح اقتصادي، عن النفط الذي يعني يقللون من وارداته في الموازنة العامة، من تأثيراته بالموازنة العامة، كذبة كبيرة، مع أن النفط سلعة سينتهي تأثيرها خلال العشرين سنة القادمة. العالم كله الآن يبحث عن الطاقة النظيفة، هناك العالم كله الآن نقرأ أخبار كثير من الدول الآن تستعمل السيارات الكهربائية. الآن في عام 25 و30 كذا دول كثيرة حددت سقوف زمنية عدم استخدام السيارات اللي تستعمل الغاز والبنزين وغيرها من المشتقات النفطية، تستخدم الكهرباء ما تنتجها نهائيا، وبالتالي الطاقة النظيفة هذه ستقلل من الاعتماد على النفط، هذا سيؤدي إلى ضعف الطلب على النفط، أسعاره ستقل، سينتهي النفط. ماذا سنفعل؟ ماذا سيفعل العراق وهؤلاء الذين دمروا العراق؟ فبالتالي هذه نحن أمام كارثة حقيقية واستعراضات ليس لها يعني أول ولا آخر، يحاولون خداع الناس بها ويحاولون إيهام الناس بأنه بإمكانية هناك إمكانية للحيلولة دون انهيار السلطة في العراق، وانهيارها حتمي فعليا. هذه الحقيقة. بالتالي الورقة البيضاء فارغة من كل شيء، مجرد زوبعة، مجرد هالة إعلامية، مجرد شركات إعلامية وإعلانية تحاول نفخ فقاعة كبيرة ومحاولة إيهام الناس بها، لكن الناس بعد 18 سنة أهل العراق يعرفون الصغيرة والكبيرة. ما عادت هذه الأشياء تنطلي عليهم، ما عاد هذا الكذب يستمعون إليه ويصدقونه مثل ما كانوا يفعلون ربما في عام 2005 و2004 و2006 وبعدها بسنوات صدقوا الكثير، لكن الآن ما عادوا، خاصة بعد ثورة تشرين، بعد خروج الشباب العابر للطائفية، العابر لكل هذا الفساد، المطالب بالوطن، المطالب بعراق نظيف، المطالب بإسقاط العملية السياسية، ما عاد ممكن أن تنطلي عليهم هذه الخدع. ربما في الحلقة القادمة سنتحدث عن استعراض جديد يراد له أن يبيض وجه الحكومة وجه العملية السياسية، وهم يقبلون على ما يسمى بانتخابات مبكرة يعرفون مسبقا أنها فاشلة وأن الشعب سيقاطعها في غالبيته. هذه الحقيقة. إذا قاطع 82% في انتخابات 2018 سيقاطع اليوم في هذه الانتخابات ربما أكثر من 95% من العراقيين، لن نذهب إليها إلا أتباع الأحزاب وهذه القوى المنتفعة. أترككم بخير، ألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.